بسم الله، اهلا بكم يا شباب. ايه هو الهدف من الكود السعودي للمباني السكنية؟ يا اخوانا، الكود السعودي للمباني السكنية مهم جدا جدا جدا. ليه؟ رقم واحد، لتحقيق السلامة العامة في المباني. رقم اتنين، تحقيق متانة واستقرار وثبات المباني. رقم ثلاثة، سهولة استخدام المباني وترشيد استهلاك المياه والطاقة. مهم جدا، ترشيد استهلاك المياه والطاقة ده بيجي من خلال تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية. كمان لازم يوفر لي توفير البيئة الصحية الملائمة وحماية الأرواح والممتلكات. الهدف من الكود توفير البيئة الصحية الملائمة وحماية الأرواح والممتلكات، والأخذ في الاعتبار كمان مناطق الزلازل وغيرها من المخاطر. والكود بيلزم المقاولين على التنفيذ طبق الكود السعودي مع متطلبات الكود والإشراف الهندسي. يبقى لازم التنفيذ بيتم بناء على الكود والإشراف الهندسي. الإشراف الهندسي بيكون من قبل المكاتب الهندسية المتخصصة، وكمان بيلزمه بأنه يكون التأمين على المباني ضد العيوب الخفية، وده مهم جدا. لازم يكون في تأمين على المباني ضد العيوب الخفية اللي ما بيعرفهاش المستخدم العادي، وده ميزة الكود السعودي للمباني السكنية. طيب، توفير التأمين على المباني ضد العيوب الخفية ده هيعمل ايه؟ هيحد من الغش، تمام، وسوء التنفيذ والاجتهادات في المباني السكنية، لان في ناس بتجتهد في المباني السكنية بدون ما كانت تطبق الكود. فالكود السعودي للمباني السكنية مهم جدا، الهدف منه، تمام، تحقيق السلامة العامة، متانة واستقرار وثبات المباني، سهولة استخدام المباني وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتوفير بيئة صحية ملائمة لحماية الأرواح والممتلكات، وان انا اخد في الاعتبار الزلازل وغيرها من المخاطر. والكود بيلزم المقاولين على تطبيق بنود الكود والإشراف الهندسي من المكاتب الهندسية المتخصصة، ويلزمه بالتأمين على المباني ضد العيوب الخفية، وده هيقلل من الغش في المباني وسوء التنفيذ والاجتهادات في تنفيذ المباني السكنية. وأشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالكود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.